اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. نورنا فضيله الشيخ احمد الصباخ، والنهارده موضوعنا ايه؟ ناس كده تنصحك تقول لك ايه، ودي مشهوره جدا بقى لها فتره الناس بتقولها، اعتزل ما يؤذيك. ايه اعتزل ما يؤذيك؟ يقول لك ما ابعد عن الشر وغني له، ابعد عن الناس اللي بتضايقك وبتاع وعيش كده. طيب ده له مرجعيه شرعيه ولا لا؟ يعني انا اعتزل مثلا لو الاذيه جايه من ناس قريبين مني، هل هينفع اقاطعهم؟ هل هينفع اخاصمهم؟ طيب والاعتزال يبقى شكله ازاي؟ يعني انا دلوقتي الناس دي اذياني، بس اخت، اب، ام، صديق، جار، حد، زميل في شغل، ناس انا بشوفها ما لهاش حل، طب انا هخاصمهم؟ ما احنا عارفين انه ما فيش خصام عندنا، وما ينفعش ان احنا نزود عن ال3 ايام. هقاطع؟ طب ده صلة قطع رحم. طب ده نعملها ازاي دي؟ نعتزل الناس ازاي اللي بيأذونا وفي نفس الوقت ما نقاطعهمش؟ حللنا دي يا فضيلة الشيخ. حاضر، ربنا يبارك في حضرتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلي على الحبيب قلبك طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهجر الجميل، هو في حاجة في الإسلام اسمها هجر جميل؟ أيوة. والأمر ده صدر من رب العالمين إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في مين؟ فيما يخص الكفرة والمشركين الذين آذوه وضروه ضررا وإيذاء بالغا. بس لما نيجي يا أستاذ دعاء نشوف ربنا قبل ما يقول للنبي وهجرهم هجرا جميلا، ما جاش مرة واحدة وقال له وهجرهم، ده في مقدمات. والهجر الجميل ده مقام عالي قوي. عارف الهجر الجميل؟ ابن تيمية قال الهجر الجميل هو الذي لا أذى فيه. أنا مش مخصمك، أنا مش مقاطعك، بس جعلت في مسافة بيني وبينك. وقانون المسافات ده موجود في القرآن. أنا يعني عشان خاطر أحافظ على العشرة اللي بيننا وعلى الكلمة الطيبة اللي بيننا وما يبقاش في مشاكل بيننا، أنا جبت لورا خطوتين، مش عشاني أنا، لا عشاني وعشانك. أنا خدت زي ما بيقولوا إيه جنب شوية، لكن ما بتكلمش عنك في غيابك بسوء، لكن لو احتجتني هتلاقيني، لكن لو قابلتك هسلم عليك، لو في مناسبة هاخدك بالحضن عادي خالص. هو ده الهجر الجميل، لأن في بعض الناس أنسب الوضع معاهم أن يكون هجر جميل. يعني الهجر الجميل مش أي حد يقدر عليه خالص. شوف ربنا قال للنبي إيه في سورة المزمل، الآية بتاعت وهجرهم دي يا أستاذ دعاء جت رقم 10. جت إيه؟ رقم 10. عشان أنا مش عايز أقول للناس الموضوع سهل، لا مش سهل، ده في إيه؟ في مبالغة وفي مجاهدة ومثابرة. ربنا قال للنبي يا أيها المزمل. شوفوا بقى مقومات الهجر الجميل. إيه الهجر الجميل؟ أخد جنب، يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك، قابلتك بسلم عليك، في مناسبة هقف جنبك، عندك بلاء هقف جنبك مش هسيبك، بس انا واخد جنبي، رجعت شويه وخليت في مسافه. يا ايها المزمل، اول مقومات من مقومات الايه؟ الهجر الجميل. قم الليل. قيام الليل بيدي الانسان ايه؟ مصالحه مع نفسه. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران، او رتل القران. يبقى اول مقوم قيام الليل، ها؟ 2 ترتيل الايه؟ القرآن. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا. يعني الله. إيه ناشئة الليل؟ ناشئة يعني قيام الليل. هي أشد إيه؟ وطئا يعني ضغطا وأقوى مقيلا. إن لك، يبقى إحنا قلنا قيام ليل، قراءة قرآن، اللي جاي دي بقى إيه؟ إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا يعني تسبيح. بدليل بعدها واذكر اسم ربك وتبتل إليه إيه؟ تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بعد ده كله، بعد قيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، ربنا يقول له إيه؟ واصبر على ما يقوله. سبحان الله. مش أي حد يقدر. ما هو الصبر يا فندم مر علقم. حتى الناس بطبيعتهم لما تيجي تاكل حاجة مرة تقول ده مر إيه؟ علقم. صبر. مر صبر. فلازم يسبقه كل ده، قيام ليل، قراءة قرآن، عشان أعين نفسي. لما أحمد يقابل دعاء ودعاء مش طايقاه ومش قابلاه، فتيجي تقول إيه؟
تقول ايه؟ سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، بس تبقى ذاكره ربنا ومصليه وقيام ليل وداعيه وقايم. وخدي بالك بقى، والهجر فهيفرق، الهجر يسبقه صبر.